نعم، قام الطيران الحربي صباح هذا اليوم بقصف سوق الأتارب الرئيسي في الريف الغربي، ما أدى لاستشهاد 20 شخصا بينهم امرأتين وطفلين. طبعا الأسماء موثقة كاملة، بينهم أيضا إصابات خطيرة، والعدد قابل، عدد الشهداء قابل للزيادة بسبب الأوضاع الخطيرة بين المصابين. أيضا أدى القصف إلى دمار أكثر من 10 محلات تجارية وثلاثة مباني في منطقة الأتارب. وبعد انتهاء الغارة الجوية من الطيران الحربي، قام الطيران المروحي بتنفيذ غارة جوية ثانية على أطراف المدينة، ما أدى إلى سقوط أيضا جرحى بسقوط براميل متفجرة على المنازل في مدينة الأتارب. يذكر أن مدينة الأتارب منذ أكثر من 5 أيام تقصف يوميا أكثر من مرة، وهناك أيضا قصف جوي على مناطق في الريف الشمالي وفي مدينة حلب، أو قد لا تقود شهداء وجرحى في المدينة. ما هي الأحياء التي استهدفها القصف في حلب؟ نعم، بالنسبة للأحياء، حي الصقور وحي همانو وأيضا حي بستان القصر، كان هناك أكثر من غارة جوية على حي بستان القصر، أدى لوقوع شهداء وجرحى في الحي. أيضا في منطقة الريف الشمالي كان هناك قير تلج الدين، أدى لاستشهاد 6 أشخاص هم عائلة كاملة، وجرح أكثر من 20 شخصا في منطقة تلج الدين ومنطقة عندان وحيتان وكفر حمرة ومعارف الأطيق. كل هذه المناطق تقصف يوميا بسلاح الجو السوري وبطيران المروحي والحربي عن طريق البراميل المتفجرة التي تسقط ليلا ونهارا على البلدات والأحياء في مدينة حلب. شكرا لك ياسين أبو رائد، مراسل شبكة سوريا مباشر من حلب.